هاد السيدات قاعد يتهدلنا تقول خلص 10 دراهم ولا نهبط لك الريدو. جات ما خلات ما دارت لينا شويه، جات دارت لينا قطعت علينا الضو. الضو حنا اللي مدايرين طالبين عليه القيد، وحنا اللي مفارضين في الكابلي باش شريناه ودخلنا الضو، وجات هي حيداته لينا. قالت لهم انتم ما بغيتش تخلصوا 10 درهم، تدخلوا 10 درهم عاد نطلق لكم الضو. وحنا ما كنصوروش درهم، هو الاخر ما كنصوروش، نضلوا باركين حتى الليل نجمعوا نشوف حالاتنا. ودابا ولينا نسدوا مع العصر حيت ما كاين لا ضو لا والو. وتابعانا تقول لك خلصوا 10 درهم ولا نصاحب لكم المحلات. راه الجمعيه ما عرفنا شكون هي، جا ما مصوتين عليها، ما مجامعين معاها، ما دايرينها. عاد صفحت منا شهرين هذه باش دخلت، ولات هي نقدر تفركونا في هذا السوق. كرفست عباد الله ومحنت عباد الله، وتقول لهم الناس كنسحب لكم المحلات. اللي ما بغاش يخلص 10 درهم نسحب ليه المحل. المحلات راه عاطي منا سيدنا الله يجعل البركه في الملك، وسيدنا هو اللي عطانا المبادره، وهاد الناس باغينا تحيد علينا الصحه. حنا راه جينا نهضروا على الشراء بزاف ديال المتطفلين، منك يا سلطان، منك يا مواطنين، منك يا مستفيدين. اكثريه السوق دابا راه انا باغي ندير جمعيه، انا باغي نجي نجمع انا 1000 فرانك و100 درهم. هاد المستفيدين كاملين اما كروش هما من غدا يدوروا على 1000 فرانك للواحد. حنا السوق عطينا سيدنا النهار الاول قلنا ما كاين لا جمعيه لا تعاونيه. حنا كانت عندنا الشريكه النهار الاول اخويا، حنا ما كانت عندنا كاع الجمعيه. النهار الاول اخويا كانت عندنا الشريك، كانوا 24 سيكيريتي، كان قاكات النظاف. ودابا دخلنا عليك بالله حي حي حي. واش هذا سوق نموذجي عندك انت؟ الله دابا كاع اللي كيشوف هذا الفيديو يقول لنا واش هذا سوق نموذجي. هذا الا كان سوق نموذجي ناخذ 20 عام ديال الحبس، انا نحكم على راسي اذا كان هذا سوق نموذجي. الدرها العشوائي في العشوائي اخويا، وحنا راه شردونا. كنطالبوا سعاده الوالي زور هذا السوق البركه، راه حنا ضايعين فيه، ضايعين واحد الضيعه اللي ما عمرنا شناها، ما خدامين ما ردامين، وحنا 4 دريال ما كنصوروهاش، وقلنا يهدونا بالفلوس. قلنا لهم خذوا لنا كاميرا لبعنا بياسه خذوها كامله، لا تعطيونا منها والو. 4 دريال ما ناخذوهاش منها، ياخذوها هما، وحنا نضلوا باركين هنا ما نصوروش 4 دريال نديوها لاولادنا. راه ماشي معقول. السوق ما مشيش، ما مشيش، حتى كتشوف عينيك. هادو راهم مال البالا، هما هنايا، هما اللي راهم باقيين، حنا راه ما بايعين ما شارين. يلا ادخل عندنا القيصريه ديالنا وشوف واش فيها شي غاشي. لبالك عا غاشي واقف قدام شي حانوت عندنا. نرى مبيعين ما شارين في القيصريه والو.